أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الصلاة من أهم مستحباتها أنك قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام أن تأتي بتكبيرات سبع: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولها أدعية خاصة. ويكفي بالمجمل العام أنه مع كل تكبيرة أن يستنزل أن الله أكبر من أن يوصف وأن يستغفر. وإذا تابع بعض الأدعية الخاصة الموجودة بالكتب الخاصة يكون ذلك فيه تمام وكمال المقصد في العبودية لله سبحانه وتعالى. أما هذه التكبيرات فالمراد منها أنها تكشف الحجب، سواء كانت الحجب الظلمانية السبعة من خلال هذا البدن وهذه النفس، أو كانت الحجب النورانية والتي هي من عند الحق سبحانه وتعالى. هذه الصلاة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله أظهرها أين؟ في المعراج، يعني عندما عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المحل الأعلى، في ذلك المكان الخاص، هناك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهذه الصلاة ونزل بها إلينا. ولهذا كانت الصلاة معراج المؤمن ومعراج كل تقي، ولهذا كانت الصلاة هي من هذا المقام المعراجي. فالتكبيرات التي نبتدئ بها الصلاة كما عن الإمام القاظم عليه السلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة. إذن التكبيرات السبع تؤدي بالوصول إلى منتهى الكرامة. فإذا حاولنا أن نؤدي هذه الصلاة بتكبيرات سبع عل ذلك يوصلنا إلى مقام الكرامة التي الله سبحانه وتعالى فتحها بهذه التكبيرات. فافتحوا صلاتكم بهذه التكبيرات السبع لعله بذلك ينفتح لنا باب منتهى الكرامة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.